انتهاء شهر آذار، هذا الشهر المليء بالمناسبات والأعياد الجميلة تكرم النساء لعطائهن اللامتناهي بكل مفصل من مفاصل الحياة التي توجد فيه المرأة، سواء كانت عاملة أو غيرها، الكثير من المسؤوليات التي تحملها بكثير من الحب والإخلاص والتفاني. أكيد، ولهيك صار معرض للتصوير الضوئي امبارح، استمر طبعا مستمر حتى اليوم مساء. شارك فيه مجموعة من المصورين الهواة، قدموا بورتري لنساء بمختلف الحالات. للإضاءة على المعرض لنحكي أكثر عن التفاصيل معنا لارا عزوقي من الفريق الإعلامي لحركة البناء الوطني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، صباح الخير. نحن اللي عملنا المعرض، معرض التصوير الضوئي اللي بيحكي عن المرأة السورية، يلي سميناه ضمن الإطار. يمكن حطينا المرأة ضمن الصورة ضمن الإطار، بس هي أبدا ما كانت ضمن الإطار. فكان المعرضنا خارج عن النمطية، خارج عن الصورة النمطية للمرأة المستكينة أو الحزينة أو المعذبة. فكانت القوية، المرأة الفاعلة، المرأة يعني ببيتها بالأرض فكانت نقلت صورة كتير حلوة عن المعرض. ومعرضنا بيستمر ليوم الخميس من 5 إلى 8 المساء. خلينا نحكي أكثر، منين استوحيتوا فكرة المعرض وقديه ضليتوا فترة يمكن للتحضير له؟ هلا نحن قلنا شهر تقريبا تحضير المعرض. دائما حركه البناء هي دائما دؤوبه على اظهار صوره المراه، ودائما نحن بنخصص بشهر اذار شيء للمراه. فنحن عندنا كل سنه شيء بخص المراه. السنه الماضيه كان في معرض للرسم، معرض رسم تشكيلي، بس تاجل بسبب الكورونا، لكن لم يعني ما لغينا. والسنه كمان كانت اخذنا الصوره الضوئيه لحتى نجمع الشباب الهواة والمحترفين معنا ونسلط الضوء على اعمالهم ونقدم صوره جميله للمراه السوريه. نعم، خلينا نحكي عن ابرز البورتريهات اللي كانت موجوده بالمعرض، شو تضمنت؟ هلا مثلا كانت الصور، في صور بتحكي عن المراه الام، طريقه تعاملها مع البنت، انه الارضاع طبيعي اللي هي كثير بيركزوا عليها بالصور العالميه مثلا. كان في صورة بتجمع الحفيدة والجدة والأم. كان في صور مثلا بتمثل المرأة يعني بعيدا عن الجمال أو عن الصورة النمطية، كانت بالأرض يعني بكامل حلتها بالأرض عم تشتغل. صورة المرأة اللي مكافحة، يلي عم تشق دخان، يمكن هلأ بنشوف بعض الصور بتمرق معنا. فكانت يعني صراحة كثير، يعني في كم كثير كبير بالمعرض، وصعب يمكن أنا أوفي حقهم أحكي عنهم كلهم، بس هي نماذج يمكن هلأ خطرت ببالي. شارك عدد كبير من الهواة بهذا المعرض، خلينا نعرف أكثر شو هي شروط المسابقة وكيف كان حماس الشباب لها. هلأ كانت المشاركة كثير كبيرة، وكان معنا يعني هواة احنا ما كان يعني ما يعني كانت بس انه تكون الدقة عالية، الصورة فيها حكاية، مع كل صورة كانت مرافقة إلى نص. وحتى كان معنا مصورين محترفين واسماء كثير كبيرة، بس فكان كثير الإقبال كبير، وكان في اندفاع وحماس كثير من الشباب، لحتى نحن كمان أجلنا المعرض يعني أسبوع لحتى نقدر انه يعني ناخذ كل الصور. نعم، لا راح نروح نشوف أجواء المعرض ونرجع بنكفي حديثنا. أوكي. لارا، قديه بتشوفي انه هذا المعرض يمكن كسر الصورة النمطية اللي اعتدنا نسمعها، وحتى النصوص اللي صارت مثل كليشيه، مثل يمكن جمل معتادة كل الناس عم تتناقلها، وحتى الصور النمطية للمرأة مثل ما قلتي ذكرتي، يمكن المرأة المعذبة، المرأة المستكينة، المسالمة، المرأة الغير العاملة، قديه انكسرت صورة المرأة بهذا المعرض؟
هلا انا بتمنى انه نحن نكون فعلا كسرنا هاي الصوره. انا من خلال لقائي مع المشاركين وحديثي معهم كان كثير في يعني كثير في ايجابيه، كثير في انطباع جميل انه كسرت الصوره النمطيه، بعدت عن الحزن، بعدت عن الصوره المراه الجميله او المراه المعذبه. فيعني يمكن اصداء المعرض بنشوفها بعدين، بس باليوم الاول كان في كثير اصداء ايجابيه. كمان في تفصيلي انه المعرض ركز على الذاكره البصريه السوريه، فكان في صور ارشيفيه قديمه تقريبا من الخمسينات او قبل، كمان كانت لها دور المراه كثير كبير بهذيك الايام، فكمان احنا حاولنا نظهرها بهالمعرض. نعم لارا، ردود الافعال اللي كانت عم توصلكم من خلال هالمعرض اللي بيركز على المراه السوريه بشكل خاص، خاصه من عده حالات ذكرتي بعضها بالمعرض، شو هي الردود، الرسائل اللي وصلتكم، كيف كان هيك العالم تقبلت هذا المعرض الخاص من السنة؟ هلا يمكن نحن باعتبار امبارح بلشنا لسه ما اخذنا الانطباعات الكثير، حتى اليوم مستمر حتى بكره ليوم بكرة. الخميس تمام. فهلا من خلال المشاركين واليوم الاول كانت كثير ردود كثير حلوه، حتى مثلا يعني مصورين الهواة انا سالتهم يعني شو اكثر صوره عجبتهم، فكانوا مركزين على الهواة انه قد ايه في موهبه وقد ايه في صوره حلوه وقد ايه في فكره وقصه، ويعني انه عم نظهر المراه بالقوه، هي طلعت من اطار الاستكانه والحزن والهي، هي فعلا امراه قويه وعم تثبت وجودها لسه اكثر واكثر، ويمكن لسه على الايام الجايه بنشوف ردود اكثر او شيء يعني. برايك شو الاضافيه اللي ممكن يقدمها هذا النوع من المعارض ان كان لذات المراه السوريه وان كان حتى لجميع الهواة والفنانين؟ هلا اي شيء معمل مثل هيك عمل يعني انه فينا نقول خلينا نقول كان كثير مثل فينا نقول طوعي، ما بعرف اذا طوعي فينا نسميه بهالاطار، بس كان كثير في دافع كبير انه نحن نصور صوره المراه. ففعلا نحن لما منطلعها من بلشنا ناخذ نطلع من الصوره النمطيه، فهو اضافه كثير كبيره للمراه السوريه. نعم، هل يوجد فكره لاعاده هيك معارض بمناسبات مختلفه هيك بالنسبه لكم؟ هلا اكيد نحن دائما بنخصص بشهر اذار، يعني نحن بالحركه البناء الوطني هي حركه مجتمعيه، دائما في الى المراه هيك زاويه خاصه، وشهر اذار دائما هيك بنعطيه طابع خاص للمراه، فنحن دائما كنا دؤوبين قبل وان شاء الله حنستمر يعني. اكيد. لارا حضرتك سيده فاعله كمان بهذا المجتمع، ويمكن بتلمسي دور المراه العامله بشكل كثير كبير لكل النساء بهي الظروف، النساء العاملات خصيصا، شو بتحبي توجهي لهم كلمه بهي المناسبه؟ هلا يمكن انا بدي اوجه كلمه انطلاقا من حالي انه بدك تكوني قويه، ما بدك تستكيني، وبدنا نواجه كل الظروف يعني، والامل اكيد بضل موجود. نعم، يعني مثل ما قلنا حالات كثيره ونماذج كثيره صورت بالمعرض، انت كلارا اي اكثر صوره اثرت فيك او اثرت بالناس اللي انت قراب منك انه حست انه بيلامسوهم بهي الفتره بالذات؟ هلا صراحه هيك بدك تخليهم يزعلوا مني لانه في كثير كم كان عجبني كثير يعني، انا احيانا قصص بتنطبع بالذات يعني، اللي تربعت على العرش بالنسبه لي هي صور الذاكره البصريه، يعني وقت كانت المراه بالمقسم عم تشتغل او قاعده على مقاعد الدراسه او بالجامعه، هدول يعني كانوا كثير لهم خصوصيه. وبالنسبة للصور البقية يمكن كانوا كتار، في صورة هيك امرأة واقفة وخلفها الدمار بتحسي الشموخ والعز انه الحياة بدها تستمر، في صورة كان فيها قلت لكم قبل انه الجدة والام والحفيدة بتشوفي تتالي الاجيال، فكان يعني كثير، بس يمكن هلا صعب اذكرهم كلهم او اذكر اكثر شيء يعني فيهم، بس يعني الامانه هن كلهم كانوا رائعين. حاولتوا تتواصلوا مع هدول الشباب الموهوبين يمكن اثناء المعرض، ويمكن لامسوا بشكل مباشر ردود افعال الزوار وحتى ردود افعالكم؟ كان في تواصل معهم، كنت انا عم شوف عم ارصد الانطباعات بحكم انا عملي من الفريق الاعلامي، وكان عندي لقاءات مع بعضهم، ففعلا كانوا هيك سعيدين بردود الافعال بالانطباعات بالثناءات اللي اجت على صورهم، يمكن هي يعني حافز وتشجيع لحتى نحن نستمر. نعم لارا، نحن بنتمنى لكم التوفيق دائما، وان شاء الله دائما المراه السوريه عبر التاريخ بتضل متالقه وموثقه بالذاكره ان كان بالمعارض او بالذاكره الانسانيه. شكرا لوجودك. شكرا.